أخبار اليوم. أهلا بكم وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة وأكلة جديدة من مطبخكم مطبخ هناء العمور. النهاردة هنعمل مقلوبة. المقلوبة أكلة شامية عبارة عن حلة فيها خضار ورز وبتتقلب عشان كده بيسموها مقلوبة. طيب النهاردة هنشوف وصفاتنا وصفتنا مكوناتها ايه. عندنا كوبايتين ونص رز وعندنا بتنجان شرايح حلقات ومتحمر في الزيت بس الحلقات بتبقى سميكة شوية وعندنا فيليه فراخ مشوي وممكن بداله لحمة مسلوقة مكعبات وممكن بداله فرخة كاملة بالعظم متقطعة اربع ومسلوقة برضه وعندنا شرايح بصل وبهارات لحمة وكركم وده اساسي في المقلوبة وملح وفلفل وبهارات لحمة. اول حاجة هنبتديها احنا مجهزين كل المكونات بتاعتنا علشان نرصها في الحلة اللي قدامنا ديت. الحلة دي تقريبا مقاس 22 بتناسب الكمية اللي احنا عاملينها ديت. اول حاجة هنعملها شرايح البصل هنحطها في ارضية الحلة علشان المقلوبة تنزل معانا بشكل حلو وجميل. بعد شرايح البصل لما بنحطها هي كده بتعمل عازل وما بتخليش الرز يلزق تحت وتتقلب معانا المقلوبة بشكل جميل زي التورتة. بنحط بعد كده الفليل الفراخ المشوي وممكن زي ما قلنا لحمة او فراخ بالعظم مسلوقة بس اهم حاجة كله بيبقى مستوي يعني الفليه دوت مشوي على النار عادي ملح وفلفل وشوية زيت بس بنرصه كده تمام. رصناه كده بعد البصل وبعد الفليه الفراخ بنحط بقى الخضار اللي هو البتنجان المقلي. ممكن على فكرة غير البتنجان ده ممكن القرنبيط. القرنبيط جميل جدا جدا في المقلوبة مع ان في كتير ما بيحبهوش لكن بصراحة انا بحبه اكتر من البتنجان بيبقى طعمه فعلا جميل جدا بس انا قلت اعمل لكم الشيء اللي انتوا بتحبوه لان معظم الناس بتحب البتنجان عن القرنبيط تمام. بنرص طبقة بتنجان كويسة كده والبتنجان لازم لما نقليه لازم يبقى شرايحه تخينة كده علشان تبان. رصينا كمية البتنجان بتاعتنا كده ناقص الخطوة الأخيرة وهي الرز. دول كوبايتين ونص رز مغسولين بننزل الرز كده اللي بعد كده ان احنا بقى نتبل الشوربه بتاعتنا اللي هنسوي فيها المقلوبه. اهم حاجه بقى الخطوه دي لان هي اللي بتطلع الطعم الاصلي للمقلوبه. هنركن دي على جنب كده ونيجي للشوربه. الشوربه عندنا هنا اهو تمام هنتبلها. هي محطوط فيها ملح اوريدي ملحها مظبوط جدا. هنبتدي نحط لها بقى ثلاث حاجات مهمين قوي الكركم وبهارات اللحمه والفلفل الاسود. ادي الكركم تمام بنحطه كده بنحط تقريبا معلقه مليانه كركم ده الاساسي بتاع المقلوبه هو الكركم الاصفر ونص معلقة بهارات لحمة وربع معلقة فلفل اسود
الملح قلنا الملح كويس وحطينا الفلفل الاسود خلاص. طيب بنقلب بقى كده. احنا مش هنحط هنا زيت خالص ولا سمن ولا زبده ولا اي حاجه، لان البتنجان عندنا هيطلع الزيوت بتاعته اللي اتقلى فيها، والشوربه اساسا دسمه. هنبتدي نحط بقى الشوربه بالراحه لغايه ما المقلوبه تستكفى. يعني انت زي ما بتسوي بالظبط الرز بتاعك بتسوي المقلوب، بتنزلي بالراحه كده علشان تمام كده. خدت الشوربه بتاعتها المقدار الكافي بتاعها اللي هو المعروف، وهنحطها على النار لغايه لما تشرب الشوربه بتاعتها دي، ونوطي زي ما بالظبط بتسوي الرز بتاعي، ونوطي عليها بعد ما تشرب الميه، ونبتدي نستناها لما تبرد وبعدين نقلبها. دي المقلوبه بتاعتنا بعد ما استوت، المفروض دلوقتي نقلبها. هنقول بسم الله، سويت الطبق كويس. المفروض تطلع مقلوبه. تمام. دلوقتي البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يبقى على الوش اهو، واللي مش حابب البصل يشيله. تمام زي ما احنا شايفين، هي بتبقى ادي الفراخ بتاعتنا اهي، الفيليه اللي احنا عاملينها، وتحتيها البتنجان لو انتوا مش شايفينه اهو باين من هنا. تمام، وادي الرز الاصفر بتاعنا المتبهر، طعمه طبعا روعه، واخد من طعم البتنجان واخد من طعم الفراخ والبصل مع الشوربه اللي احنا حطيناها. وان شاء الله تجربوها في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين، وفطار شهي ان شاء الله.